احمد شوبير كتبها من شويه، النادي الاهلي عارف طريقه وماشي في سكته، ملوش في المظلوميه خالص. مليون مبروك الصداره، يلا بينا. عجبتني جدا كلمه احمد شوبير، النادي الاهلي ملوش في المظلوميه، ملوش في السكه دي خالص، عارف سكته وماشي فيها وعارف طريقه وعارف هو عايز ايه. الصداره بتاعتنا، التربع على قمه الدوري دي لعبتنا، البطولات هي دي هوايتنا المفضلة، ومناش في حاجة تانية، بطولات وتاريخ وألقاب وبس. النادي الأهلي النهاردة قدام النادي المصري الحمد لله قدر في مشوار طويل وبعد عناء وضغط مباريات وكل ثلاث يوم مباريات ان هم يحسموا اللقاء، بصرف النظر عن الأداء مش هنتكلم عنه كتير. اللعيبة دي رجالة، اللعيبة دي كتر خيرها بتعاني كتير، الناس كلها في العالم كله خلاص، كل اللاعبين دلوقتي بدأوا كمان معسكرات بعد ما خدوا أجازاتهم. لعيبة الأهلي زي مروان عطية، الراجل كان فرحه بالليل، النهاردة الصبح كان في التتش بيتدرب. الأهلي الحقيقة بيمر بظروف صعبة جدا. أي نعم في بعض المشاكل عند مارسيل كولر في المباراة، ولكن ده ما يمنحش برضو إن الراجل بيعمل نتائج وبيكسب، وده المهم بالنسبة لنا دلوقتي. لكن هنعلق شوية برضو على بعض الحاجات اللي كانت موجودة في التشكيل وبعض اللاعبين اللي مش موجودين، وإن كان اللي موجود واللي بينزل الملعب راجل وبيسد وعارف ايه المطلوب منه وبيعمله. التشكيل بدأ برامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ورام محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين وكريم فؤاد الناحية الشمال. في خط الوسط كان كريم نيدفيد وأكرم توفيق، وقدامهم إمام عاشور. في خط الهجوم أسامة أبو علي، على يمينه رضا سليم وعلى شماله كان حسين الشحات. النقطة الإيجابية اللي عجبتني في المباراة أو النقاط الإيجابية اللي عجبتني في المباراة إن محمد الشناوي فاق شوية، وإن كان في كورة كده كانت عرضية، دي تاني مرة أو تالت مرة على حسب في محمد الشناوي في الكورة العرضية الراجل ما بقاش مركز بشكل كبير، وإن كان تصدى لكورة خطر جدا للنادي المصري في الشوط الثاني كانت ممكن تتسبب لك في هدف وتخش في تعادل وتخش في حزبة بيرما تاني. أنا عايز الأهلي يخلص الدوري بدري، اللعيبة دي ترتاح، نبدأ نجهز الناشئين والبدلاء والناس ترتاح وتاخد وقتها وتاخد أجازتها وترتاح من المشوار الطويل ده. فطول ما بيراميدز بيخسر وبيتعادل، وهو فريق أصلا هيتأثر جدا بالهزيمتين بتوع النادي الأهلي وهيبدأ يفقد نقاط كتير، فأنت إن شاء الله ممكن المباراة التانية تحسم الدوري بدري وتبدأ تريح لعيبتك. لكن زي ما بقولك اللي عجبني في المباراة كان محمد الشناوي شوية بدأ يستعيد مستواه، بدأ يركز الكرة اللي تصدى ليها. كان عاجبني ايضا وجود رضا سليم من اول المباراه. على فكره رضا سليم كان خلاص هيرحل عن النادي الاهلي، ولكن لجنه التخطيط اصرت على ان اللاعب يكمل مع النادي الاهلي لان وينج وطرف الاهلي محتاج له، وصعب انك انت تعوضه او تجيب زي رضا سليم، محتاج فرصه، لعيب مهم جدا، لعيب عالي، هو اللي صنع لك الفرصه، هو اللي خلق لك الجول، هو اللي عمل لك الفارق اللي خلاك تفوز النهارده 1-0، ودي قيمه اللاعب المحترف التقيل. انك انت وانت مش في ادائك وانت غايب عن فورمتك وانت مضغوط تلاقي لاعب واتنين زي وسام ورضا سليم يخلصوا لك مباراه في اجواء مضغوطه زي دي. رضا سليم عمل مباراه كبيره جدا، وكويس ان هو شارك اساسي، وكويس ان هو شارك المباراه اللي فاتت لما طاهر اصيب قبل بدايه المباراه اللي هي المباراه الثانيه بتاعه بيراميدز، والراجل بدا ياخد الثقه تاني وبدا يرجع لمستواه، ولسه رضا سليم يا جماعه عنده كتير جدا يقدمه. عجبنا ايضا اسامه ابو علي وتحركاته في كل كوره، الراجل موجود، الكوره اللي خدها من رضا دي مش سهل جدا ان هو يتوقعها لان ده بقى المدافع بتاع النادي المصري واقف قدامه، ورغم ذلك الراجل اختار التوقيت الصح جدا ان هو يطلع عليه. اللي ما عجبنيش في المباراه في الشوط الاول وجود واحد زي كريم نيدفيد، راجل متجمد بقاله فتره، راجل بعيد عن الملاعب، راجل محطوط في الثلاجه بقاله كتير، وفجاه تتفاجئ ان الراجل ده محطوط في التشكيل الاساسي وفي خط الوسط. طبعا ديانج انت تخليت عنه للاسف، وده لاعب صعب جدا تعوضه في رقم 6، ومروان عطيه الراجل كان عنده فرح فاخترت انك انت تخليه على دكه البدلاء، فبدات بكريم نيدفيد، ومارسيل كولر هو اللي قلل الاختيارات اللي قدامه، هو عنده كوكا مع المنتخب الاولمبي تخلى عن ديانج، وعندك كمان مروان عطيه العريس اللي معاد الفرح بتاعه لسه الناس بتتكلم عنه، لكن الكلام ده مش وقته، مبروك للراجل وان شاء الله الموسم يعدي على خير. كريم نيدفيد الصراحه كان نقطه ضعف كبيره جدا في عمق النادي الاهلي في خط الوسط. كان في الشوط الاول لو تلاحظ او تفتكروا معايا المباراه كده تسترجعوها في دماغكم معايا، ان احنا في الشوط الاول المصري كان بيعدي في دفاعات النادي الاهلي، وكان في اخطاء من محمد عبد المنعم كمان ورامي ربيعه، مش هنحمل الكلام كله لكريم نيدفيد، لكن خط الوسط لما بيكون ضعيف او مش مركز ده بيخلق اخطاء كتير عند خط الدفاع او الباكات اللي عندك موجوده ورا.
وبالتالي كنت دايما بتلاقي المصري بيوصل بالاثنين اللعيبه اللي قدام على القوس، تصويبه في الثانيه في الثالثه في الرابعه. انا كنت قلقان جدا في الشوط الاول ان ممكن كره من دول تصدف وتدخل في الشناوي، لكن الحمد لله الشوط عدى على خير. جينا في الشوط الثاني نفس الاداء، مفيش مستوى، مفيش الشكل اللي احنا بنسيبه من النادي الاهلي، وده طبيعي يا جماعه. اللعيبه دي فعلا كتر خيرها، اللعيبه دي تشكر. الموسم صعب جدا، الموسم طويل جدا، الناس دي بقى لها فتره مضغوطه تدريبات ومباريات، ورغم ذلك مكملين في الطريق وبيكسبوا وبيدوك نقاط وبيدوك بطوله، وان شاء الله تخلص على خير. بس في الشوط الثاني زي ما قلت لكم نفس المستوى، قدر رضا سليم بمهاره فرديه ان هو يعمل سبرنت حلو جدا من الناحيه الشمال ويعدي من واحد والتاني ويعمل كروس كده عالمي مظبوط بالمقاس على دماغ رضا سليم اللي خد على دماغ وسام ابو علي اللي خد مكانه صحيح جدا، وحط راسيه بقى من الراسيات بتاعه الهدافين اللي وحشونا فلافيو واحمد بلال وعماد متعب والهدافين التقال اللي كانوا دايما موجودين في النادي الاهلي. الحمد لله مبروك للنادي الاهلي، رجع لمكانه ورجع لصداره الدوري. رضا عبد العال بعد المباراه قال لك ايه بقى؟ قال لك خلاص مبروك الدوري للنادي الاهلي بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز وبعد فوز الاهلي على المصري. لو انت مستني ان فرقه هتوقف الاهلي تاني بعد فوز الاهلي في مواجهتي بيراميدز يبقى انت غلطان، وانت غلطان فعلا. الاهلي ان شاء الله ما فيش حد هيوقفه وهيكمل. الفرق بقى 9 نقاط، وتربعنا النهارده على قمه الدوري بفرق الاهداف عن نادي بيراميدز، رغم ان احنا لسه ما جبناش المباريات نفس الفريق. بس ليه تعليق بقى على التشكيل والناس اللي تركنت؟ عمر كمال عبد الواحد، يعني احنا قلنا ان رضا سليم كانت لجنه التخطيط لها دور كبير في ان اللاعب يظلم، في ان اللاعب يستمر مع النادي الاهلي، عشان كده الراجل بدا يديله وبدا يعتمد عليه. ولكن عندك لاعب زي عمر كمال عبد الواحد، الراجل لعب مباراه وحيده بس كظهير ايمن عندك او باك يمين، خد فيها رجل المباراه، عمل عدد عرضيات في مباراه واحده الاهلي طول الموسم ما عملهاش سواء مع محمد هاني او اكرم توفيق. كل اللعيبه اللي عندك بتلعب في الباك ده ما بتعملش في الناحيه اليمين، يعني ما بتعملش عرضيات نهائي، لا محمد هاني ولا اكرم توفيق. عمر كمال عبد الواحد في مباراه وحيده فقط لا غير عمل لك عرضيات بعدد كبير جدا، وكلها عرضيات زي ما بيقول الكتاب. راجل طبعا ما شاء الله عليه، مستوى مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، كلنا شفناه وكلنا عارفينه. ورغم ذلك الراجل بعده عن الباك اليمين وحطه في الباك الشمال. لما راح في الباك الشمال وبدا يشارك، الراجل بدا يظهر بمستوى قوي جدا وجاب هدف او اتنين من الاهداف العالميه برضه لعمر كمال عبد الواحد، منهم مباراه لعب ربع ساعه بس وخد رجل المباراه بالمستوى اللي قدمه مع الفريق. لما تجمد لاعب بقيمه ومستوى عمر كمال عبد الواحد يبقى انت عندك مشكله. يبقى انت مارسيلا كولر بتكسب، بتجيب بطولات، بتعرف تفنش البطولات بشكل كويس جدا، راجل خلاص بقت مننا وعلينا، بس في مشاكل، في مشاكل ما ينفعش ما نتكلمش عنها. يعني اتمنى ان الفتره اللي جايه الراجل تكون عنده نظره احسن من كده شويه في اللعيبه اللي تقعد واللعيبه اللي تشارك واللعيبه اللي تكمل. اللي بيقدمه محمد هاني في الناحيه اليمين، مع ان محمد هاني عجبني النهارده على فكره، كان مستواه كويس. اكرم توفيق عجبني جدا النهارده، وسام ابو علي طبعا تحركاته، وباقي الفرقه يعني مع رضا سليم طبعا باقي الفرقه كانت الدنيا مش مظبوطه، خصوصا امام عاشور. لكن عمر كمال عبد الواحد لو موجود معاك من اول المباراه، هو باك بيؤدي وظائف في الطرف اليمين او الجناح اليمين، وحتى لو لعب شمال بيؤدي وظائف الجناح الشمال، والراجل بيعرف يخدمك هجوميا لو الفرقه واقعه منك. فتلاقي رضا سليم وتلاقي عمر كمال وتلاقي اسامه ابو علي، يبقى عندك 2 3 4 فايقين احسن ما يبقى عندك 2 فايقين بس مع فرقه بتلعب قدامك وهي ما عندهاش هدف، ما بتعملش عليك هجمات انت مش خايف منها، ومحتاج انك انت تلعب بلاعب زي ده، مش محتاج انك انت تلعب بلاعب تكون وظيفته الدفاعيه او ادواره الدفاعيه اكبر شويه. النقطه الثانيه محمد عبد الله للراجل المحمودي على اون تايم، عمل عنه فقره كويسه جدا ولفت انتباه الناس ليها، وانا اتبسطت جدا من الفيديو اللي اتعمل عن الناشئ الاهلي محمد عبد الله، لاعب معجزه هيبقى تاريخ ومستقبل النادي الاهلي ان شاء الله في الفترات الجايه. بس محتاج مدير فني يكون شويه عنده فكر، يكون الراجل عنده قناعه ان هو يدي للناشئين، لان الناشئين دي كنز. مطلع لك قبل كده متعب، مطلع لك رمضان صبح الله يمسيه بالخير بقى، مطلع لك ناس تقيله جدا في النادي الاهلي. فما ينفعش انك انت الناشئين ده خلاص تقفل الباب عليه وما تستغلوش نهائي. ما ينفعش ان احنا اللاعب بعد كده يروح لفرقه تاني ويرجع لك تيجي تشتريه او تاخده للنادي عندك فيتقال لك 2 مليون دولار و3 مليون دولار. الكلام ده ما ينفعش. لا، كل فرق العالم دلوقتي شفنا لامين يامال في اسبانيا مع برشلونه كمان، الراجل عامل شغل عالي جدا ولعيب ما شاء الله عليه. فازاي انت كمدير فني ما يبقاش عندك الفكره والنظره دي؟ يعني انت راجل مدير فني اجنبي، الناس احنا بنقول المدير الفني الاجنبي عنده ميزه عن المحلي،
ان المدير الفني المحلي مع الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك مثلا بيخاف شويه من النجوم، بيقلق انه يركن لاعب، بيقلق ان هو يصعد لاعب صغير. لا انت راجل يعني راجل خلاص اجنبي، احنا مستنيين منك الشغل ده، انت جايب برينجر معاك دوت في الناشئين عشان يهتم بالناشئين ويكون عينك في الناشئين ويصعد لك لاعب واثنين وثلاثه، انت خلاص عملت بلوك للقطاع ده تماما ومش بنستفيد منه. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه محمد عبد الله ياخد جزء في المباريات بعد ما نحسم الدوري، او حتى لو مع قدام فرق سهله ان شاء الله نقدر نستغل الفتره دي في ان احنا نشوف لاعبين ناشئين ينفعونا في المستقبل، لما يكون عندك عجز في عدد اللاعبين في خط الوسط تعرف تلاقي لاعب، لما يكون عندك عجز في الباك الشمال تعرف تلاقي لاعب، لما يكون عندك عجز في الاجنحه تعرف تلاقي لاعب يفيدك. وان شاء الله الفتره اللي جايه نكمل مرحله ضغط ومرحله فيها صعوبه شويه، لكن ان شاء الله نكملها ايا كان الاداء، المهم الفوز وننهي البطوله بدري بدري باذن الله ونريح اللاعبين. ومليون مبروك الصداره ومليون مبروك التربع على القمه والدوري ان شاء الله في الجزيره، وشكرا ليكم، سلام عليكم.